عليكم خواتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم دائما جمال دائما دبي يحييكم. اليوم جيتكم في فيديو جديد على الاوتلت مول. الاوتلت مول هو واحد من المولات الموجوده هنا في الامارات، ومعروف انه يبيعوا فيه يعني ماركات عالميه ولكن باسعار جد مغريه. داك نقول لكم علاش. كما قلت لكم خواتي، الاوتلت مول واحد من بين المولات المعروفه هنا في الامارات، ويجوا بزاف ناس يشروا منه لانه الاسعار تاعو فيه اسعار تنافسيه، فيه دائما تخفيضات. كما تشوفوا اوتلت اديداس راه فيها تخفيضات، وحاليا راح نضربوا دوره فيها ونشوفوا الاسعار اللي فيها واذا تناسبنا ولا لا. تشوفوا دايرين خصومات على السبورتينات، على التريكوهات، لا فيها اسعار 330 مثلا من 449. الربولة راهم دايرينها هنا، على هذه واحد من المولات الافضل اللي فيه دائما تلاقوا فيه تخفيضات. يعني فيه شركات اللي يديروا فيه تخفيضات، فيه شركات يديروا فيه تخفيضات وتاع كل البراندات. يعني حاليا خاصني كاسكيطة مثلا هاد الحمراء 60 درهم اديداس، في الكري، في ارمي، في هادي، حتى تلاقي الاطفال دايرينهم سكسيون تاع الاطفال تاني، روعة وصايب. كما راكم تشوفوا خاوتي، رانا في اوتلت مول. يعني اغلب المحلات عاملين تنزيلات، والمات راه تلقى تنزيلات تنزيلات تنزيلات، لانه المول حاجه الاولى بعيد على المدينه، فيديروا تنزيلات باه ياتيروا او يجبدوا او يجلبوا الناس للمول هذا ويحركوا البزنس فيه. وحاجه اخرى ثاني، حاجه اللي سمعناها انه في بعض الشركات مين السلعه تقدم عندها ما تتباعش يبحثوها الاوتلت مول، لانه الاوتلت مول معروف انه فيه سلع بأسعار رخيصة شوية. انا من المحل حبيت كاسكيطه، ولكن صاحبي قال لي ما جاتكش مليحه. راني نشوفو نايكي درك. ايوا راني انا صاحبي بدرو درو. العاده المول هذا ما فيش كليون بزاف على بالك، كفاوي صح ميرام دايرين عندهم الصوت، بصح هو على طول العام فيه صوت على بالك، هو اصلا ناقص تلقى 70%. وانا على حسب ما قالوا لي كاين براندات بحال اللي فاتحين هنايا، كي السلعه تاعهم ما تتباعش المحلات الكبار يجيبوا هنايا، ولا قديمه ولا سلعه قديمه. فات 2018 2019
لوديستروس لوفيس من بين البراندات المعروفة احنا حتى في الجزائر كنا نعرفه. يعني حاليا عاملين ديسكاونت، شوفوا هذا كان 499 صار 200 درهم، يعني فيه ديسكاونت مليح. مثلا تشري واحدة ويعطوك ثلاثة فري، تختار ربع على تعب عليك وتخلص تخلص واحد فيهم. شابو بربري ولاش عالم الفلاح اللي خاصه ايرون مان، اللي خاصه واحد شرير، اللي خاصه هذا اللي أكوامان. Thank you.
كما قلت لكم خاوتي تنزيلات في المطرح تلاقوا تنزيلات تنزيلات تنزيلات. يعني هو المول هذا هو اصلا مديور للتنزيلات، فاي واحد يحب يشري شي حاجه ولا ممكن يجي ويشوف يعني اي حاجه، خاصه هنا الناس راهي وقت الرياضه درك هذا راهم دايرين حتى 75%. أسعار جدا مغرية يعني بصراحة، على حسب ما شفت هنايا أنا ديجا راني شريت يعني حاجة بتحفزني بهندي الرياضة للأسف الشديد. أيوة الحمد لله، فأي واحد يحب يشري حاجة يعني أسعار والله شابة بزاف. بالتوفيق للجميع، أنا رايحين نخلصوا الكاشي. جنة الملابس الرياضية فيها كامل يا صاحبي، ستور كبير فيه كامل أنواع الملابس الرياضية لأي واحد يحبها، فننصحكم تجوا هنا يا تشوفوا تلقوا أسعار مغرية وبالتوفيق. مع هذا شرينا بعض الحاجات حفزنا وراح نديروا فيها رياضة. كما هذه كانت دورة خفيفة في أوتلت مول، معروف انه مول فيه بزاف تخفيضات، يعني كل المحلات تقريبا عامله تخفيضات، كل المحلات يعني المينيموم تلاقيها 25% حتى 75% في محلات، يعني اسعار مليحه وفي متناول الجميع. يلا ممكن نحفزكم انا بهجو هذا المول، انا بادي ثاني مره نجي له، يعني في المره الاولى بصراحه ما شريتش، لا شرينا تريكويت اديداس كانوا دايرين باي 2 جيت 1 فري شرينا، وفي هذه المرة ثاني جديد يعني لوازم رياضية ألبسة رياضية حتى تحفزني باه ندير شوية رياضة. كل شيء خرجت والمرض راه يكثر. يلا خوتي السلام عليكم، إن شاء الله تستمتعتوا بهذه الرحلة القصيرة.